إذن تحولت دبي خلال السنوات الماضية إلى الوجهة الأبرز والتي تضم المعالم السياحية الفريدة من نوعها في العالم بعد أن حجزت موقعها في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية. بالفعل، وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حملة أجمل شتاء في العالم عام 2020 حتى تكون أول حملة وطنية موحدة تهدف لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء. والحملة طبعا بتجي ضمن إطار المساعي الوطنية لترسيخ قطاع السياحة كواحد من أبرز روافد الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أجمل المعالم السياحية والثقافية والتاريخية بكافة مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا للحديث اكثر حول حمله اجمل شتاء في العالم ينضم الينا الاستاذ خالد منصور العور مدير اول شركاء الاعمال والعلاقات الحكوميه بدائره الاقتصاد والسياحه في دبي. مرحبا فيك وصباح الخير معنا في دبي هذا الصباح. صباح النور، اشكركم على هذه الاستضافه ويسرني ان اكون معاكم موجود في هذا البرنامج. هذا يسعدنا اكثر طبعا، خاصه انه حنتحدث عن دبي وعن اجمل شتاء في العالم. بداية سيد خالد، دور حملة أجمل شتاء في العالم في الترويج لمعالم دبي، حدثنا أكثر عن هذا الدور. حملة أجمل شتاء في العالم تحظى باهتمام كبير على مستوى الدولة، ومثل ما تفضلتوا الحملة تركز على تشجيع السياحة الداخلية وكذلك المرافق السياحية اللي موجودة في كل إمارة اللي ممكن تساهم في نمو قطاع السياحة ونمو أيضا القطاعات الأخرى المتعلقة في السياحة. في دبي نحن في سنة 2024 حزنا على لقب أفضل وجهة سياحية في الترافلرز تشويس أوارد أوف تريب أدفايزر، اللي هي جائزة أفضل وجهة سياحية ل 2024 من تريب أدفايزر للمسافرين. فدبي أيضا حققت هذا اللقب أن تكون أول وجهة عالمية تفوز بهذا اللقب لثلاث سنين متتالية. جميل. نعم، فنحن طبعا دائما في 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 أجمل شتاء في العالم نحاول نركز على المرافق اللي دبي ممكن توفرها للسياح اللي يأتون إلى دبي خلال فترة الشتاء. نعم، ذكرنا أنه أحد أبرز أهداف الحملة استقطاب السواح والزائرين لزيارة المعالم العديدة والمتنوعة الموجودة بدبي. أبرز المعالم حسب أرقامكم يلي بتستقطب الزوار. نعم، دبي نحن نقول دائما دبي في المرافق السياحية رائدة ولديها يعني كم هائل من المرافق السياحية والمعالم السياحية اللي ممكن تحفز المسافر أن يأتي إلى دبي. دبي أيضا مدينة نابضة بالحياة. صحيح. ونحن نسميها دبي دار الحي. صحيح. فهي دائما فيها فعاليات تحصل على مدار السنة ودائما مهرجانات أيضا تحيي الحياة وتشجع أيضا تزيد من تحسن من تجربة الزائر عند زيارته لدبي نفسها. وفي أجمل شتاء في العالم، في دليل أجمل شتاء في العالم ركزنا أيضا على المرافق السياحية اللي ممكن السواح يزورونها في فترة الشتاء، من مثل بركة حتى السرية، بحيرات القدرة، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والكثير من المرافق الثانية، وأيضا المناطق الوجهات السياحية اللي موجودة في دبي مثل حي الفهيدي التاريخي ومنطقة حتى وأيضا مدينة إكسبو. نعم. يعني الكثير هناك من المعالم طبعا السياحية والجميل التنوع يعني. في الجديد المعاصر وفي الأثر التاريخي اللي بيحمل بطياته قصة هالدولة. يعني أنا تعجبني دائما مقولة عن دبي أنه مدن العالم تتنافس لكن دبي دائما تتصدر هذه المنافسة. بالحديث أيضا عن هذا الموضوع سيد خالد، حاب أعرف منك أبرز الفعاليات والأنشطة ربما لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. نعم، نحن في دائرة السياحة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نركز على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله. ونركز أيضا على تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم
من ناحية الأعمال والترفيه كذلك. وأيضا طبعا نحن نعمل على تعزيز السياحة ونركز على طبعا في مرافق جديدة في دبي، اللي يجي دبي هاي السنة واللي يجيها السنة اللي طافت يشوف شيء مختلف تماما. نعم. وطبعا طبيعة الحال المسافرين لما يجون دبي يبغون يجربون أشياء جديدة طبعا، مش بس المسافر. نعم. احنا كمقيمين يعني احيانا انا بمر بشارع بعد شهر بمر بلاقي في إنجاز جديد، برج جديد، في مبنى جديد. صح. نعم. في دبي متطورة دائما، متسارعة في التطور. نعم، حتى المرافق الجديدة التي تأتي في المدينة، وكذلك الفنادق الجديدة مثل فندق رويال أتلانتس اللي فتح، والفندق ون أند أونلي زعبيل. نعم. أيضا من المعالم السياحية الجديدة اللي ممكن السائح يجربها. جميل. ذكرنا أنه الحملة تم أطلاقها عام 2020. نعم. إحنا اليوم بعد 4 سنوات بدنا نعرف شو اللي بميز حملة هالعام. حملة أجمل شتاء في العالم لهذا العام، طبعا هاي النسخة الرابعة، أتت تحت الشعار قصص لا تنسى، فهذا أتاح لنا الفرصة على التركيز على الوجهات السياحية اللي في دبي، اللي ممكن السائح لما يجي دبي يخلق ذكريات ويخلق قصص لا تنسى في 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 زيارته لدبي لهذا العام. وطبعا نحن كوننا فزنا بلقب أفضل وجهة سياحية لتريب أدفايزر السنة الثالثة على التوالي، طبعا نعمل دائما على تطوير من الخدمات والمرافق السياحية اللي موجودة في المدينة، وأيضا على دائما توفير ما هو جديد للمسافر اللي يأتي لدبي ليأتي يكرر الزيارة مرة ولا أكثر من مرة في السنة. نعم. طبعا الحملة جميلة جدا، ومثل ما ذكر مهران لا تستقطب فقط السياح والزائرين من خارج الدولة، وإنما نحن أيضا كمقيمين نحرص دائما على متابعة كل جديد، وحضرتكم تحرصون بدوركم على نشر كل جديد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحملة شتاء دبي، وعم نشوفه طبعا بأسفل الشاشة. نحن طبعا بنشكرك على كل المعلومات ونشكر وجودك معنا. تفضل، بتحب تقول شيء؟ أشكركم على الاستضافة هذه، ويسعدني أني أتيت واستضفتوني في هذا البرنامج. شكرا. نعم. نحن دائما نتمنى وجودك معنا. نعم. وطبعا السياحة في دبي هي سياحة مش بس للضيوف، حتى أنه ونتمنى دائما تكون موجودين معنا ونتحدث عن دبي وعن جماليات دبي وعن أجمل شتاء. شرفني. أكيد. شكرا لك سيد خالد. شكرا.